في عناوين نشرة الليلة: جلسة انتخاب الرئيس ستعقد في البرازيل. تأمل يصير رئيس جمهورية يجي نشوفه. أول زواج مدني بقوة القضاء المستعجل. يعني نعمل بالقرار هو أنه القاضي عطى رأي مؤيد تماماً لإمكانية عقد زواج مدني بلبنان بس ما فرضوا. الزعرور حكاية تعدي بالأيادي الزرقاء. حسين الجسمي: بحبك يا لبنان ولكن حبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا في الفساد: شركة سليم دياب قبضت ولم تنفذ. تدمر إلى الحرية برعاية بوتين. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير وفصح مجيد. أحد القيامة لا يعكس رداءه على الحالة السياسية محليا، حيث لا مخلص رئاسيا، وليس على اللبنانيين سوى انتظار تتويج رئيس لهم في ريو دي جانيرو إذا ما آلت الرئاسة إلى ابن الكورة ميشيل تامر. فتحقق البرازيل ما عز على لبنان وعجز عنه لسنتين، وعد ذلك فإن السيد المسيح نفسه لو دحرج الحجر السياسي عن النصاب فلن يتفق موارنة لبنان على انتخاب رئيس. وما صرخة البطريرك الراعي اليوم وصلواته للكتل سوى لفت نظر لن يلتزم به الأفرقاء، وحتى لا يمر الفصح المجيد بلا سجال سياسي فقد ارتفعت سحب النازحين فوق الكتل ومرت في أجواء بكركي مع تحذير سيدها من توطين السوريين والفلسطينيين على الأراضي اللبنانية، وسرعان ما تحولت هذه القضية إلى أخذ ورد بين التيار الوطني والمستقبل، وتحديدا على محوري بوصعب حوري على خلفية تحذيرات وزير الخارجية جبران باسيل بالأمس. وبصلوات خالية من السجال ارتفعت قضية النازحين إلى ميدان القديس بطرس في الفاتيكان، حيث ترأس البابا فرانسيس قداس القيامة داعيا أوروبا إلى عدم نسيان المهاجرين واللاجئين الذين يسعون لمستقبل أفضل، وبينهم الكثير من الأطفال الذين يفرون من الحرب والجوع والفقر والظلم الاجتماعي. وآمال البابا لسوريا كانت بقلب أوسع، متمنيا أن تحمل المفاوضات سلاماً إلى البلد الممزق. أجراس روما كانت تقرع على زمن هدير دخول الدبابات إلى تدمر التي عادت إلى دولتها باتفاق روسي أمريكي وبمعركة خاضها الجيش السوري ودعمتها موسكو. وروسيا قادرة على استعادة الميدان عن بعد في انتظار الرقة التي سيتولاها الأمريكيون بالتنسيق مع الروس، وبكلام بات واضحا من القطبين الكبيرين عن مصير الأسد. والملفت أن الأصوات التي كانت تعترض على هذا المصير وتطالب بإزاحة الأسد ودحرجته عن السلطة كلها ابتلعت لسانها، ولم نرصد أي مواقف تؤنب الأمر الروسي الأمريكي المشترك. المعارضات السورية على مختلف فروعها الإرهابية منها والمعتدلة لم تملك إلا أن تطيع وتستمع وتمتثل إلى التعليمات الكبرى، وكذلك فعلت بقية الدول المؤثرة واللاعبة على الميدان السوري من إيران إلى تركيا فالسعودية. لكن الأردن غيرت المسارات بعد إعلان ملكها عبد الله الثاني أن تدفق الإرهابيين إلى أوروبا
هو جزء من السياسة التركية، وملك الأردن الذي رفض في الصيف الماضي فتح جبهة في بلاده برعاية تركية إسرائيلية يخرج اليوم من المدار الإسرائيلي سيراً نحو الفلك الأمريكي، وهو يدرك أن اتهام تركيا مباشرة بإدارة الإرهاب سوف يفتح عليه جبهة يديرها أردوغان تقضي بتأليب الإخوان. رئيس جمهورية من الكورة في 29 من الشهر الجاري. احتفل به لبنان عام 2011 نائبا للرئيسة البرازيلية، واليوم بعد التظاهرات الشعبية الحاشدة المطالبة بإسقاطها ينتظر داعمو ميشيل تامر أن يصبح رئيسا عتيدا للبلاد، إذ يترقب البرازيليون انعقاد الجمعية العمومية للائتلاف الحكومي الحليف لرئيسة الجمهورية ليحسم قراره من الأزمة، ومن المتوقع أن ينسحب من الحكومة ويدعم تامر ليشغل منصب الرئاسة. خبر تنصيب تامر رئيسا في البرازيل وصل صداه إلى بلدته بتعبورة في الكورة، فهم يتابعون أخبار هذا السياسي البارز منذ التسعينيات عند دخوله في السياسة. وهو جاء إلى لبنان مرتين، حيث زار بلدته ومنزل والده الذي هاجر لبنان في ثلاثينيات القرن الماضي وعمل في تقشير الأرز والبن ليربي أولاده. عم نتابعها لحظة بلحظة، الضايعة عنا كلها سوا، ناطرة بالمناطرة، طبولة حاضرة، أوصل نصر عم نبنيه من هلأ إن شاء الله أنه يعني ناطرين الخبر بين لحظة ولحظة. عملنا شارع باسمه يلي هو مدخل القرية عنا، شارع ميشيل تامر، وما قبلنا كمان إلا لأنه هو بناء على طلبه أنا عم حط له لوحة تذكارية، قال لي أنا بفضل أنه هاللوحة التذكارية تكون باسم بي. وقت اللي إجا آخر مرة وعم بيلقي كلمة هو بيقول هو قدام هالناس كلها أنه لو صار لي أني ما هاجر على البرازيل وضلني هون بلبنان كنت نفستك على رئاسة البلدية. بقى ساعتها أنا قلت له نشكر الله أنك اللي رحت ما تنفسني على رئاسة البلدية. عرفت كيف؟ بقى قلة فرق بين رئاسة بلدية بتعبورة ورئاسة جمهورية البرازيل. هالطريق البيت. نذهب بجولة إلى منزل عائلة الرئيس العتيد مع ابن عمه. 97 إجا وقت كان بزيارة رئيس مجلس النواب، كان هو رئيس مجلس النواب بدعوة من رئيس تبري، بس هالحجر ونخ ورئيس الأرض. هو عدنا بدهرة الماضي بسنة 2012 وقت إجا 2011 إجا عند رئيس سليمان، كان نائب رئيس، إجا لهون وقال يا ابن عمي بس صير رئيس جمهورية تاني يوم بدي يجي على لبنان، إن شاء الله نتأمل يصير رئيس جمهورية تيجي نشوفه. الرجل الذي يبلغ من العمر 76 عاما متزوج من عارضة أزياء إيطالية الأصل تصغره بأكثر من 42 عاما، وهي ملكة جمال سابقة ملقبة بكالابروني أمريكا. وبالتالي فإن كان حظه بالسياسة كحظه مع النساء، من المؤكد إذن أن ابن الكورة سيحقق حلم اللبنانيين في اليومين القادمين وينتخب رئيسا، ولكن في القارة الأمريكية الجنوبية. أوراق الموازنة تكشف أن شركة لاسيكو لسليم دياب قبضت 15 مليون دولار على مشروع لم تنفذه. التفاصيل مع زميلة غادة عيد. مساء الخير غادة. مساء الخير سمر لك ولمشاهدينا الكرام. بمسلسل الهدر تبين معنا وثيقة بتقول أنه 22 مليار ليرة أو 15 مليون دولار قبضت شركة لاسيكو على عمل لم تقم به. شركة لاسيكو التي يملك فيها النائب السابق سليم دياب كانت تعاقدت مع إيدال، وفسخ العقد لبناء قصر المؤتمرات منذ سنوات طويلة، ولكن كيف تم هذا العقد وكيف فسخ ولماذا لاسيكو دائما تحظى بالمشاريع والملايين؟ هون السؤال مثل ما حنشوف على الشاشة المستند الذي يثبت كم قبضت لاسيكو لقاء عمل لم تقم به واللي بلغ 22 مليار ليرة مثل ما قلنا 15 مليون دولار. طيب غدا بهيدي الحالة يعني عمليا سؤال مطروح، ليش بدها تقبض لاسيكو هيدا المبلغ طالما انه هي لم تنفذ الاعمال، ومتى تم التعويض؟ نعم
سمر، هيدا السؤال ممكن الإجابة عنه تكون بإيدال اللي هي مؤسسة تشجيع الاستثمارات اللي تابعة لرئاسة الحكومة واللي غير خاضعة أبدا لأي محاسبة أو مساءلة واللي بتصرف على ذوقها. بالنهاية وقتها كان عم ينحكى بقصر المؤتمرات، قصر المؤتمرات انحكى فيه ببيروت، ما بعرف وقتها إذا عملوا شيء اتفاق صوري إنه تنعمل ببيروت، ينعمل هيدا المشروع ببيروت ورجع نقل على دبي، ولكن هون قدرت هيدي الشركة انه ترجع تروح على القضاء وتقول انا كنت بدي اعمل المشروع ولازم انه اقبض تعويض. بس هيدا شيء ابدا غير مبرر، ومفروض يكون في رقابة ومحاسبة. و15 مليون دولار لشركة هي اصلا تدور حول الشبهات، هيدا شيء كتير كبير. طيب بهيدي الحالة غادة كمان فينا نطرح سؤال انه كيف بتشتغل شركة إيدال بلبنان، كيف منهجية شغلها، وهل نفذ الحكم القضائي عمليا من دون أن يتم التحقيق ما إذا كانت لاسيكو تستحق هذا التعويض أم لا؟ طبعاً يعني حكم قضائي هو حكم بس من قضاء، ما في هون تدخل كان لا ديوان محاسبة ولا لأجهزة الرقابة ولا لأي حدا عمل تقرير ومحاسبة إنه ليه بدها تقبض هيدا المبلغ. ولاسيكو مثل ما بنعرف هي تشرف على أعمال سوكلين أيضاً، وفي تدور حول الشبهات، وإذا في أي اتهامات توجه لسوكلين يجب أن توجه أولاً إلى الشركة المشرفة اللي هي لاسيكو، واللي هي تعود تبعيتها سياسياً لحدا يعني عنده هالقد سلطة برئاسة الحكومة. فالشباب بيعطوا بعضهم وبيلزموا بعضهم، ونحن بندفع من المال العام، وهيدا مبلغ كمان منه هين 15 مليون دولار صرف من يعني مشروع موازنة 2012. شكراً للزميلة غادة عيد على هذه المعلومات. مسيحيو العراق يحتفلون بيوم القيامة في لبنان بعد أن هجرهم الإرهاب ومنعهم من ممارسة معتقداتهم الدينية وهدم دور العبادة. في يوم القيامة ارتفعت صلوات اللاجئين العراقيين في لبنان إلى الرب طالبة السلام، لا سيما وأن هؤلاء هم من هجرتهم داعش من بلادهم وهدمت قراهم وكنائسهم. الإرهاب دفعهم بالهروب إلى بلد تعصف به شتى أنواع الصراعات. إنما في وطن الرسالة كما قال عنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني عاد هؤلاء لممارسة معتقداتهم، وعلى الرغم من ذلك فمعاناة هؤلاء يبدو أنها لا تنتهي. يعني أنا دائما أقول المسيحي هو ما بين نارين، نار اللي كان بالعراق دخل داعش والإرهاب، وقبل داعش كان في تدمير الكنائس والمسيحيين خطف وقتل المطارنة والكهنة، هذا أول نار اللي شافه المسيحي. النار الثاني هو الهجرة أو تهجير قصرا، يعني وين يروح؟ في صعوبات. يعني أنا شخصيا كنت زرت أكثر من 2000 عائلة وعندي إحصائيات، في مرضى كتيرين، المريض ما يقدر يدخل المستشفى لأن ما عنده أنشورنز، صعوباتهم أكثر صارت في المصاري، إيجارات المعيشة والمستشفيات، وأيضا مرات المدارس. صعوبة كبيرة كمان عندنا اللي هي عدم وجود كنيسة خاصة فينا، ولهذا بنشكر أبونا يلي عم يعطينا هالساعة بشكل أسبوعي حتى نقدر نمارس طقوسنا بهاي الكنيسة. ومع هذا هاي الساعة أكيد مثل ما بنعرف الكون مسيحي مش هو فقط حضور القداس يوم الأحد، وإحنا عندنا صعوبة كبيرة إنه مثل ما عم نشوف لو كان عندنا كنيسة، لو كان عندنا خورنا، لو كان عندنا كذا كاهن، كان ممكن نكتر الأداديس ونكتر الخدمات الرعوية للشعب المحتاج، لأن كل واحد هو قصة بحد ذاتها. يعني في يوم الرجاء جل ما يرجوه العراقيون أن يعودوا إلى بلادهم آمنين سالمين. كالعراقيين وكالعالم كل من عنده فد نية يكون تفرج عليه وتفرج على أمة العالم كلها أجمعين. أطلب إنه الله يفرجها على المسيحيين أجمع، وإن شاء الله نطلع بأقرب وقت. أمنيتي أنه يرجع العراق مثل ما كان عليه مكانته بين الدول العربية، ويعم السلام والأمن ببلدنا، يعني اللي عانى كثير، عانى يعني من الويلات ومن الحروب ومن الدم اللي يراقب. يعني هيك تعبانين،
يعني تعبنا من الانتظار، هاي صار كم سنة احنا يعني لا اكو استقرار، لا اكو راحة، نريد عاد نستقر في المكان نرتاح. تعبنا، اولادنا متبهذلين، لا دراسة، لا يعني وضع كلش تعبان. فنتمنى يا يسوع ان شاء الله يا عم السلام ونعيش باستقرار دائما يا رب. ويا ربي ان شاء الله وطننا يكون بالصليب مثل ما ذكرت، وطننا هو الصليب. المسيحي ما عنده وطن، المسيحي وطنه الصليب، وين ما يروح حامل صليبه معه، وطنه معه. أمل العودة إلى بلاد الرافدين مقرون بعودتهم إلى بلاد تقبل بهم مواطنين مع كامل حقوقهم وواجباتهم، لا يكونوا مجرد أشخاص يقطنون منازل مدموغة بحرف النون. باسل العريضي، قناة الجديد. الكاردينال بشارة الراعي يحذر في قداس الفصح من توطين النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. ترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي قداس عيد الفصح في كنيسة القيامة في بكركي بحضور الرئيس ميشيل سليمان وحشد من الشخصيات السياسية والأمنية والدبلوماسية. الراعي اعتبر في عظته أن الأحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية وقد مرت سنتان كاملتان على وجوب انتخابه يهدم شيئا فشيئا الوحدة الداخلية وموقع لبنان القانوني على المستوى الدولي، كما أشار بالأمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون. إن غياب الرئيس وهو وحده حامي الدستور ووحدة الدولة وسيادتها، غيابه يجعل من لبنان أرضاً سائبة سهلة لتوطين النازحين واللاجئين. هذا ما أعربنا عنه للسيد بان كيمون في لقائنا أول من أمس، وطالبنا من خلاله الأسرة الدولية بحل القضية الفلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم الأصلية، وطالبنا بإيقاف الحرب في سوريا والعراق وإعادة النازحين منهما إلى بيوتهم وممتلكاتهم. يرفض لبنان الرسمي والشعبي أن تكون عودتهم طوعية كما جاء في قرار مجلس الأمن 2254، وهذا ما قلناه أيضا للسيد بان كيمون. وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي المهنئين بالفصح المجيد. الفنان الإماراتي حسين الجسمي أعلن حبه للبنان، ولكن تقرير شادي خليفة. بعدما طلبت دول مجلس التعاون الخليجي من رعاياها عدم زيارة لبنان، فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي الجميع إذ أعلن تضامنه مع لبنان مغردا خارج السرب على تويتر، حيث كتب: يا لبنان بحبك لا تخلص الدنيا. وفي أول تصريح له حول هذا الموضوع قال: الكل يحب لبنان، احنا ما نختلف على هذا الشيء، ولكن في نهاية الأمر احنا نطيع أولياء الأمر ونحترم كل ما يقال ونحترم كل ما يطلب منا. لبنان بلد عظيم وبلد عريق، الكل يحبه ويحترمه والكله بصمة والكله محبة في كل قلب لبناني. فتحية مني حقيقة لكل شخص لبناني يحب الإمارات ويحب الخليج ويحب كل الناس اللي تحبه وتحترمه هني. حبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطن. شكرا شكرا. اجتهاد قانوني إيجابي في السماح بتسجيل الزواج المدني في لبنان، والقضية تسلك مسارها القضائي. إذا بدك دولة مدنية نحن معك.
هو مرتد. هو مرتد وخارج عن دين الإسلام. إذا بدك تلغي الطائفية من النفوس نحن معك. عم بكفرهم سمحت المفتي. إذا بدك تلغي الطائفية من النصوص نحن معك. يخيل لبعض المسؤولين المعارضين للزواج المدني في لبنان أن المعركة انتهت. يعني أبرز منا بعيدة. يخيل أيضا لوزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق القابض على ملفات من تجرؤوا وخالفوا نصيحته السياحية بالتوجه إلى قبرص أن الزواج المدني في لبنان باتت قضية منسية في الأدراج. لكن قبل يومين وبعد أشهر من النظر في القضية التي رفعها كل من دلال معوض وإبراهيم معلوف على الدولة اللبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف للنظر في قضية رفض وزارة الداخلية تسجيل زواجهما، ضمن القاضي معلوف مادة اجتهادية ومهمة تعزز الحق بعقد زواج مدني في لبنان وتدعمه وتدحض جميع حجج الدولة الرافضة له، على أن القاضي معلوف انتهى إلى إعلان عدم اختصاصه في النظر في دعوى التسجيل، موجها الأزواج لمرجعة قاضي الأساس. هي القضية مهمة جدا لأنه بتعني 50 ثنائي تجوزوا بلبنان ولم تسجل زيجاتهم بفعل قرار من وزير الداخلية. فقدم أحد الأزواج دعوة قدام قاضي أمور مستعجلة ليطالب بإلزام الدولة بتسجيله على أساس أنه في تعدي واضح على حقوقهم. يلي نعمل بالقرار هو أنه القاضي عطى رأي مؤيد تماماً لإمكانية عقد زواج مدني بلبنان بس ما فرضه، يعني عطى أساس قانوني وتقني لا هالزواج المدني، سواء بالقول أنه بحق له الواحد يكون ما يعلن عن طائفته، بحق له الواحد يتزوج بدون ما يكون في قانون بيرعى هيدا الشيء أو بينظمه لأنه الزواج هو حق أساسي، وتالتاً اعتبر أنه بحق لهم يختاروا قانون أجنبي لأن طالما ما في شيء بيتعارض مع الانتظام العام، وبالتالي عطى الأساس القانوني اللي كانت مبنت عليه كل حملة الزواج المدني بحيثيات قضائية واضحة. ولكن هو بنفس الوقت، وهون يعني رح يكون في انتقاد طبيعي من الأزواج ومن الحركة المؤيدة للزواج المدني، اعتبر أنه بعض الأمور لم تنضج قانونا حتى نعتبر أنه في تعدي واضح من قبل الوزارة. قبرص ليست ببعيدة، لكن وزارة الداخلية في بيروت أقرب، والأقربون وأصحاب الحقوق أولى بالمعروف. آدم شمس الدين، قناة الجديد. بعد الإعلان، التيار والظاهر والسيدة العذراء. أهلا بكم من جديد. الجديد تكشف بالمستندات تعديات مشروع الزعرور على مبنى أوجيرو في العام 2014. تقرير هادي الأمين. ملف تعديات الزعرور التي تم الحديث عنه في الآونة الأخيرة لم يكن وليدة اللحظة، فلمشروع الزعرور مسيرة حافلة في التعديات، إذ حصلت الجديد على مستندات تظهر تعدي موظفي المشروع على مبنى سنترال الزعرور التابع لوزارة الاتصالات وإقدامهم على هدم طابق كامل. ففي المراسلات الداخلية الخاصة بشركة أوجيرو يبرز هذا التقرير المرفوع بتاريخ 27/12/2014 اقتراح توجيه كتاب من مكتب محاماة أوجيرو إلى مالكي مشروع الزعرور يحملهم المسؤولية الكاملة عن التعدي الذي حصل، وتظهر وثيقة الإحالة المرسلة إلى محافظ جبل لبنان ورود برقية من آمر فصيلة بكفية بتاريخ 29/12/2014 تتضمن ادعاء من رئيسة منطقة جبل لبنان الثانية في وزارة الاتصالات باتي صليبة ضد مجهول أقدم على هدم طابق في محلة الزعرور. وبناء على شكوى قدمها وكيل هيئة أوجيرو هيثم علي ضد مجهول بتاريخ 30/12/2014 قام مخفر بتغرين وبناء لإشارة النيابة العامة
باستدعاء المعنيين للتحقيق، وتم إحالة الملف إلى النيابة العامة المالية التي استدعت بتاريخ 5/1/2015 السيد سيرج زرقة، وتم توقيفه بتاريخه، وقرر النائب العام المالي إحالته والملف إلى مكتب الجرائم المالية. وتجدر الإشارة إلى أن السيد سيرج زرقة هو المسؤول عن مشروع الزعرور. كثيرة هي المستندات التي تبرز تفاصيل هذه القضية، والأهم أنها تظهر للرأي العام تعديات أصحاب مشروع الزعرور على شركة أوجيرو، وأن كل ما قيل موثق بالمستندات وليس من نجي الخيال. لقاء التيار الوطني الحر بالنائب خالد ظاهر لم تستسغه القاعدة العونية، غير أن التيار والظاهر ليسا وحدهما من يقدمان على اللقاءات المناقضة للخطاب السياسي. تقرير جادوسن. ما اللي بده يعمل رئيس جمهورية بده يعمل عدم طرابلس أو عدم إرسال. طيب خلص هذا الملف خلص. ومنك حريص على الجيش أكثر مني. وأنا منطقي هي رمز الجيش ونحن داعمين الجيش، بس الجيش بده يمشي على الطريق المستقيم وتحت القانون، مش الضابط اللي بيغلط. مين عم يعطيك؟ مين عم يعطيك في قلت الرئيس ما بيصير كمان اهانة الجيش. علي عبد الرجال مش الشهداء اولادنا نحن، اولاد عكار مش اولادكم انتوا. انتوا اغنياء ما بتفوتوا على الجيش. تقسم البلد ما تقسم البلد. ما بتفوتوا على الجيش. ما تقسم البلد. هذه عينة من العلاقة البالغة السوء بين التيار الوطني الحر والنائب خالد ظاهر، والتي وصلت إلى حد المطالبة برفع الحصانة عنه تمهيدا لمحاكمته بعد تعرضه للجيش. غير أنه منذ يومين كان لقاء بين الطرفين انتهى بكلام لا يشي بعلاقة سيئة. اللي بيخلينا نكون مرتاحين أكثر هو التكاتف بين بعضنا والتلاحم. على المستوى العربي نحن وهذا رأيناه في بيانات لكتلة التيار الوطني الحر ومن معهم، بتأكيد على الوضع الداخلي وتماسكه ويعني التعاون فيما بين كل الأفرقاء. سبق هذا اللقاء كلام للظاهر يقول فيه أنه بين عون وفرنجي، فهو سيصوت لعون إلى رئاسة الجمهورية، غير أن ذلك لم يعفي التيار من بلبلة شعبية مع اعتراض كثيرين من مناصريه على هذا اللقاء. إذا أرادوا أن يزيلوا الرموز الدينية فليبدأوا من بيروت، فليبدأوا بتمثال يسوع الملك، فليبدأوا بصور بعض القديسين. غير أن اللقاءات والخصومات في الأشهر الماضية من دون أي تبرير سياسي أصبحت حالة معممة على مختلف القوى، فالصراع أضحى واضحا صراع على السلطة وحسب. خطابي بساحة الشهداء بال2007 بالتحديد، قلت لك كان كلاما غير لائق وغير مألوف. لحظة التخلي. تحرير الوطن من احتلال السلاح، لقد قررنا تحرير الوطن. حدث في عهد الوزير المستقبلي نهاد المشنوق في الداخلية وفيق صفا ضابط الأمن والارتباط في حزب الله، عضو في مجلس الأمن المركزي إلى جانب أكبر ضباط البلاد رتبا وإن لمرة واحدة فقط. اللقاء الأرثوذكسي هو غير صحيح وهو مضحكي، يعني للمزايدة السياسية. مش اللقاء الأرثوذكسي مضحكي، ما يقوله وما يفعله العماد عون هو والله مبيض الوجه. التبرير الوحيد الذي يعطى للطلاق المستجد بين المستقبل وفرنجي وبين عون وجعجع وبين التيار والظاهر وغير ذلك هو أن الطلاق أمر ضروري، وفي ذلك تكذيب لكل صفوف العلوم السياسية في العالم. فلا سياسة من دون اختلافات جوهرية، ولكن فلنصدقهم ولنرمي الكتب في المهملات ولنسأل سؤالا واحدا، طالما أن الطلاق ضروري وأنتم قادرون عليه، لما كل هذه الجلبة والشهداء والاقتتال منذ عام 2005؟ جاد غصن، قناة الجديد. الوزير أبو فعور عن الإنترنت، فضيحة بلا أب وأم.
حذر وزير الصحة العامة وائل أبو فعور خلال لقاء سياسي أقامته وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الاشتراكي في كروم كفرية لمناسبة الذكرى 39 لاستشهاد كمال جنبلاط مما أسماه فزاعة التوطين، داعيا إلى ضرورة الكف عن استدعاء الهواجس التاريخية غير المحقة. اليوم عدد فزاعة التوطين، هل فعلا هناك بين اللبنانيين من يريد توطين السوريين؟ هل فعلا بين المكونات الطائفية في لبنان من يريد التوطين؟ هل هناك بين المناطق اللبنانية من يريد التوطين؟ هل هناك أحد في البقاع الغربي مثلا بالبقاع يريد التوطين، السوري أو الفلسطيني أو غيره؟ كفى نبشا للهواجس التاريخية، وكفى تحريضا على بعضنا البعض، وكفى استدعاء لهواجس تاريخية غير محقة، وكفى إثارة لعناوين خلافية لا لشيء إلا للرغبة في التحشيد السياسي والشعبي في داخل بعض الأوساط السياسية. موضوع التوطين غير مطروح. وتطرق أبو فعور خلال اللقاء إلى فضيحة الإنترنت، واعتبر أنه حتى هذه اللحظة لا يزال الحديث عن أشباح وشركات، مضيفا أن هذه الفضيحة لابد من أن يكون خلفها أشخاص. حتى اللحظة نتحدث عن أشباح، نتحدث عن شركات، اجتماعات متعددة في لجنة الاتصالات مع التقدير والشكر لما تقوم به اللجنة ورئيس اللجنة من جهود، ولكن حتى الآن أين القضاء؟ هل نتحدث عن أشباح أم نتحدث عن شركات لها مسؤولين ولها أصحاب؟ هل نتحدث عن أشباح؟ كيف دخلت هذه المعدات الكبرى إلى الأراضي اللبنانية؟ طب أين مسؤولية الجمارك؟ أين مسؤولية وزارة الاتصالات؟ هل وزارة الاتصالات التي تملك ما تملك من المعدات لا تعرف أن هناك شبكة تعمل لسنوات وسنوات طويلة بشكل غير شرعي تزاحم الشبكات الشرعية وتقبض الأموال نيابة عن الدولة نيابة عن المواطن؟ ولولا تواطؤ كبير من مسؤولين كثر في الدولة لما كان لهذه الشبكة أن تستمر كل هذه الفترة. وأمل أبو فاعور أن تناقش هواجس مسألة التوطين إن وجدت في المؤسسات وليس عبر وسائل الإعلام، ذلك أن البلد لا يحتمل صب مزيد من الزيت على النار. طلاب يخترعون سلة صناعية للفرز والتدوير المنزلي. لم يتطلب فريق طلابي من عكار الكثير من الإمكانيات والوقت لإثبات قدراته العلمية في مجال الاختراعات التي ينفذها هذا الفريق في الروبوت والإلكترونيات. وعلى الرغم من صغر سن أعضاء الفريق المكون من 8 تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 9 و16، إلا أنهم أثبتوا قدرة وتصميما على العمل، فشاركوا في أكثر من بطولة وطنية حصدوا في خلالها عددا من الجوائز، ليكون فريقهم الوحيد على صعيد محافظة عكار الذي يتمكن من حصد هذا الكم من الجوائز. إلا أن التحدي الأكبر كان بتأهلهم من ضمن الفرق 7 التي ستمثل لبنان في البطولة العربية المفتوحة 9 والتي ستقام في الجامعة الأمريكية في بيروت. البروجي اللي نحن عاملينه نعترف أن نحن بلبنان عم نعاني من مشكلة النفايات، وقادرين كمان نخلي العالم تشارك بعملية الفرز، وكمان قادرين نخلي الزبالة أقل ريحة، وكمان نطلع سماد عضوي. دربنا نحن وقلنا 4 سنين من شركة، هذه 4 سنة، ودربنا نحن طورنا حولنا لحولنا، بلشنا بالبيز ونشتغل نفس الوقت بالبروجيكت يعني 4 شهور ضغط. لأنه أساساً عنا نحن بمشمش معمل فرز وتدوير النفايات منجز تماماً، وبفنيدق خلال 6 شهور إن شاء الله ينجز المعمل الآخر. نحن ممكن نكون بها العملية أنجزنا ووجدنا حل لمشكلة النفايات بجرد الأيضا إن شاء الله. تجربة فريق البدر للتربية والتعليم خير دليل على الطاقات الكامنة لدى طلاب عكار الغائبة عن الاهتمام الرسمي. أطلقت بلدية بعلبك العمل بأسطول نقل النفايات الحديث والمؤلف من 13 آلية كانت قد استلمتها كهيبة من دولة إيطاليا قبل 10 أيام. وألقى رئيس البلدية حمد حسن كلمة بعمال وسائقي البلدية مؤكدا على ضرورة المحافظة على هذه الآليات وصيانتها
وقال إن المجلس البلدي وضع خطة لتأمين النظافة وتجهيز معمل لفرز النفايات، وسيستتبع بمطمر صحي ومعمل بايوغاز لتوليد الكهرباء قيد الإنشاء، إضافة إلى حاويات مقدمة من اليونيسف والحكومة الألمانية. ونتطلع لجعل بعلبك مدينة سياحية نظيفة، وأن نكون أمناء على المساعدات والهبات التي تقدمها الجهات المانحة لبعلبك. مؤسسة الوليد للإنسانية ترعى مؤتمر لاتا لأطباء السل في لبنان، والوزيرة ليلى الصلح حمادي تدعو إلى بناء مركز خاص بالمرضى. رعت نائب رئيس مؤسسة الوليد للإنسانية الوزيرة السابقة ليلى الصلح حميدي مؤتمر اللاتا أو الجمعية اللبنانية لمكافحة السل في لبنان برئاسة الدكتور أنطوان سعادي، وبحضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني وعدد من أطباء السل في لبنان. وما اختيار هذا التاريخ ليكون يوما عالميا للسل سوى اعتراف بأهمية التطور العلمي والطبي في مكافحة واحد من أخطر الأمراض التي عرفها الإنسان عبر التاريخ. منحب نتأهل بالست الوزيرة ليلى صلح حمادي، أكيد هي ست الكل وست العطاء، واليوم رح نشوف شو عندها جديد بالنسبة لنا. نحن في مؤسسة الوليد تمشياً مع مبادئنا الإنسانية لا نقوى إلا أن نتحدث إليكم باسم الفقير اللبناني. سلب منه كل شيء حتى حقه في الحياة، فالهوة باتت عميقة بين الميسور والمحروم. أيها الأطباء، أنتم وحدكم تملكون ما يكفي. هذا المعذب في الأرض أعطوه الصحة المجانية، فإذا دب فيه الداء أيقن أنه لن يموت من قلة الدواء. وما نطلبه اليوم هو العدالة الصحية والمساواة في حقوقها. وقت اجوا لعندي الأطباء الكرام مشان يعطوني الرعاية بالمكتب، حكينا وقتها أنه عندهم مشروع لاستحداث عدة مراكز صحية للسل بالريف اللبناني. وأنا كان رأيي وما زلت إذا نحن فينا نطور المركز اللي عنا، نعمله هو المركزي بكل لبنان، لأنه حضراتكم بتعرفوا أنه بالمناطق غير مؤهلين لاستحداث هذه المراكز ومتابعتها لحتى يكون عندها استقلالية صحية. أكيد آخر المطاف بدهم يبعتوهن على المركز الأساسي، فليش نحن ما منطور هالمركز؟ وكمؤسسة الوليد فينا نساعدكم بهالمضمار. نحن عنا 1.5 مليون سوري نازح، فهدول مش متابعين صحياً، فممكن يكونوا حاملين هيدا الوباء والعدوى بتنتشر بسهولة. لازم يعمل لجان لمتابعتهم صحياً. يمكن الصحة بعد شوي أهم من مدرسة الأولاد. وتسلمت الصلح درعا تكريمية بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية والمدير الطبي للأونروا. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل لن نتردد باستهدافهم بضربة نووية. نحييكم من جديد ونواصل تقديم النشرة. مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في بروكسل، والشرطة الإيطالية ستسلم الجزائري جمال الدين عوالي إلى السلطات البلجيكية للاشتباه بأنه زود منفذي الهجمات في بروكسل وباريس بوثائق مزورة. شهدت شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهرات منددة بالاعتداءات التي شهدتها البلاد. التظاهر التي تم الدعوة إليها للتعبير عن التضامن مع ضحايا التفجيرات الإرهابية وجهت بعناصر الشرطة التي حاولت تفريق الجموع. في سياق متصل أعلنت الشرطة الإيطالية أنها سترحل الجزائري جمال الدين عوالي إلى بلجيكا للاشتباه بأنه زود منفذي الهجمات الدامية في بروكسل وباريس بوثائق مزورة. وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على عوالي البالغ 40 عاما ليلة السبت الأحد في بلدة بيليتسي الصغيرة جنوبي إيطاليا.
في المقابل أظهر مقطع فيديو عرض على مواقع التواصل الاجتماعي التابع لتنظيم الدولة داعش، يظهر أحد أفراد التنظيم ويدعى هشام الشايب المعروف باسم أبو حنيفة البلجيكي يقول باللغة الهولندية إنه موجود في الرقة، وإن هجوم بروكسل هو حصاد ما زرعته أيدي الغرب، وأن الرد على قصف الطائرات سيكون باستهداف شعوب هذه الدول. وكانت الشرطة البلجيكية قد نشرت صورة الشايب على موقعها الإلكتروني في كانون الأول الماضي، وقالت إنه مطلوب كعضو في جماعة تطلق على نفسها الشريعة لبلجيكا. وقال الموقع الإلكتروني إنه كان الحارس والمساعد الشخصي للعضو المؤسس لجماعة الشريعة لبلجيكا فؤاد بالقاسم، وبعد اعتقال الأخير تولى الشايب الدور القيادي في الجماعة. تدمر بأكملها في قبضة الجيش العربي السوري وحلفائه. هذه الصور الجميلة التي تتابعونها من مدينة تدمر من أحدى الساحات. الجيش السوري يحكم سيطرته الكاملة على مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي مع بزوغ شمس الأحد بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي. إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن جيشنا الباسل بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية وسلاحي الجو السوري والروسي سيواصل عملياته ضد تنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى، وهي إذ تشدد على أن قواتنا المسلحة الباسلة اليوم أكثر قدرة وتصميما على إنجاز مهامها في القضاء على الإرهاب. فقد تمكنت وحدات من الجيش السوري وقوات حزب الله من القضاء على آخر تجمعات إرهابي داعش في المدينة، كما دمرت آخر أوكارهم فيها. هذا فيما قامت وحدات الهندسة في الجيش بتمشيط المدينة من الألغام والعبوات الناسفة. وأعلنت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري قد سيطر أيضا على مطار تدمر. ويأتي تحرير تدمر بالكامل بعدما تمكنت وحدات الجيش السوري وحلفائه في خلال اليومين الماضيين من السيطرة على قلعة تدمر الأثرية ووادي القبور وجبال القصور وجميع التلال الواقعة في محيط المدينة. قوات الرديف للجيش هي قوات نوعية، يشاهدون هؤلاء الشباب الأبطال العظماء دعموا الجيش ورفدوه بالقوة وبالعطاء ولم يبخل علينا بشيء. فكانت العملية هي عبارة عن عملية سريعة لضرب صفوف العصابات الإرهابية في قلب هذه المدينة ودحرها، والحمد لله بفضل الله تعالى كان النصر ساحق وعظيم، وبفضل ضربات الطيران والمدفعية والنيران الرشاشات والأسلحة الخفيفة. تحت ضربات الجيش العربي السوري المتتالية لعدة أيام استطاعت تشكيل جيشنا صقور الأسد من توجيه ضربات مؤلمة للدواعش والدخول إلى تدمر من ثلاث محاور، وعبر تنسيق بين الطيران ضربات الطيران والمدفعية وتقدم مجموعات الاقتحام وتطهيرها دخلت منذ البارحة، ولكن حجم التفخيخ والعبوات الناسفة حالت دون النوم البارحة في تدمر في الصباح الباكر. تابعنا تحريرها إلى طرف المطار الجنوبي والمدينة الأثرية وشرقا طريق دير الزور. المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته قال إن عدداً كبيراً من مقاتلي داعش قد انسحب من تدمر وتراجع شرقاً. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها قد شن 40 غارة على 158 موقعاً لداعش خلال 24 ساعة في محيط تدمر. ولفتت الوزارة إلى مقتل نحو 100 عنصر من التنظيم الإرهابي وتدمير آليات عسكرية ومستودعات للذخيرة تابعة له. رأى الرئيس السوري بشار الأسد أن تحرير مدينة تدمر يعتبر إنجازاً مهماً ودليلاً على نجاعة استراتيجية التي ينتهجها الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب على الإرهاب، مقابل عدم جدية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم أكثر من 60 دولة في محاربة الإرهاب، بالنظر إلى ضآلة ما حققه هذا التحالف منذ إنشائه قبل نحو عام ونصف. ولفت الأسد في لقاء جمعه ووفد فرنسي يضم عدداً
من البرلمانيين والمثقفين الفرنسيين إلى أن زيارات الوفود البرلمانية إلى سوريا واطلاعها على حقيقة الأوضاع في مختلف المناطق والمدن السورية يمكن أن يساعدها على العمل بشكل فاعل لتصحيح السياسات الخاطئة والمفاهيم القاصرة التي تتبناها حكومات بعض الدول ومن بينها فرنسا تجاه ما تشهده سوريا والتي لم تقتصر على توفير الغطاء للإرهابيين بل عملت أيضا على فرض عقوبات اقتصادية جائرة أثرت سلبا على أساسيات الحياة بالنسبة للشعب السوري. في روما ترأس البابا فرانسيس قداس عيد القيامة بحضور عشرات الآلاف في ميدان القديس بطرس وسط حراسة أمنية مشددة وحث البابا العالم في رسالته على استخدام سلاح الحب لمحاربة شر العنف الأعمى والوحشي بعد هجمات بروكسل وفي جزء آخر من عظته أبدى البابا أمله في أن تحمل المفاوضات حول سوريا السلام إلى البلد الممزق حتى ينتهي التدمير والقتل وازدراء القانون الإنساني وانهيار الوئام المدني كما قال ودعا إلى حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين وحل الصراعات والتوترات السياسية في كل البلدان التي تعاني حروبا وحث البابا أوروبا على عدم نسيان المهاجرين واللاجئين الذين يسعون لمستقبل أفضل وبينهم الكثير من الأطفال الذين يفرون من الحرب والجوع والفقر والظلم الاجتماعي. دول التحالف الإسلامي تؤكد أنها ستعمل على تجفيف منابع الإرهاب ومصادره ورؤساء أركان هذا التحالف يؤكدون عقب أول اجتماع لهم في الرياض أن عمليات التحالف ستكون تحت مظلة الشرعية الدولية. بعد أول اجتماع لرؤساء أركان جيوش الدول التحالف الإسلامي في الرياض شدد المجتمعون على ضرورة محاربة الإرهاب من خلال مركز التحالف في السعودية وأن يكون هناك جهدا واضحا وفعالا لملاحقة الإرهاب فكريا ووضع استراتيجيات فكرية ومالية وإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها. رئيس الأركان السعودي الفريق أول عبد الرحمن صالح البنيان شدد على ضرورة أن تبذل الدول الإسلامية جهدا ضمن الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب مشيرا إلى أن دراسة ومحاربة الفكر المتطرف ستكون من صميم عمل مركز التحالف. تتبع مصادر تمويل وإدامة عمليات المنظمات الإرهابية وبالطبيعي أنه تستدعى في هذا الجانب تجارب الدول فرادة والمملكة العربية السعودية طبعا لها خلنا نقول تجربة عريقة في هذا الجانب. طبعا الجميع يعلم أنه من خلال الفترة الماضية قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز سيكون مركز لتنسيق عمليات التحالف. المركز قدم مفهوم استراتيجي عسكري لآلية عمل المركز طريقة إدارة العمل داخل المركز لجميع الجوانب وستقوم دول التحالف بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق نظم مراقبة متطورة. في الخبر الأخير نشرت كوريا الشمالية فيديو دعائيا يصور هجوما نوويا افتراضيا على العاصمة الأمريكية واشنطن مرفقا بتحذير. الفيديو ومدته 4 دقائق حمل عنوان الفرصة الأخيرة ويعتمد على رسومات حاسوبية تظهر ما يشبه صاروخا باليستيا عابرا للقارات ينطلق من غواصة ويحلق إلى أن يضرب واشنطن ويسبب انفجارا نوويا. وحمل الفيديو عبارة إذا استفزنا الإمبرياليون الأمريكان لن نتردد باستهدافهم بضربة نووية استباقية وأضاف على الولايات المتحدة أن تختار الأمر عائد لكم فيما لو أردتم أن تكون الولايات المتحدة موجودة على الكوكب أم لا. كان في النشرة جلسة انتخاب الرئيس ستعقد في البرازيل. نتأمل يصير رئيس جمهورية يجي نشوفه. أول زواج مدني بقوة القضاء المستعجل. يلي نعمل بالقرار هو أنه القاضي عطى رأي مؤيد تماماً لإمكانية عقد زواج مدني بلبنان بس ما فرضه. الزعرور حكاية تعدي بالأيادي الزرقاء.
حسين الجسمي، بحبك يا لبنان ولكن. حبي من ترابة بكنوز الدنيا، وبحبك يا لبنان يا. في الفساد، شركة سليم دياب قبضت ولم تنفذ، وتدمر إلى الحرية برعاية بوتين. ختام النشرة، شكراً للمتابعة، نعود ونلتقي مجدداً في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.